الزريعه اللي احنا انشاناها او الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه انشاتها وعملتها في الاحواض، احواض المفرخات، احنا بننقلها حاليا دلوقتي الى المربى بتاعها الطبيعي او المكان بتاعها الطبيعي اللي هي هتبتدي تكبر فيه وتبتدي تتغذى عليه، والغذاء الطبيعي الاورجانيك، السمكه البلطي اللي موجوده في بحيره السد دي سمكه طبيعيه ما فيهاش اي نوع من لا اعلاف ولا اي هرمونات ولا كلام ده كله، لا سمكه طبيعيه تتغذى على البيئه بتاعتها الطبيعيه. وهنا في بحيره السد اعلى بحيره في العالم فيها اللي هي النباتات اللي بتغذى عليها الاسماك اللي هي النباتات الطبيعيه، واعلى نسبه بروتين ليها يعني. طيب الزريعه اللي حصلت النهارده هتساهم في سعر السمك يفضل في اسوان زي ما هو ولا ممكن يرتفع في الفتره القادمه؟ لا هو طبعا سؤال كويس، ان هو ايه؟ اولا احنا هنرمي في خلال العشر ايام 10 مليون زريعه. العشر مليون زريعه المهم ان احنا نحافظ عليهم في الميه. لكن خلال الفتره اللي فاتت اللي هو الفلات الامني وعدم السيطره على البحيره الشاسعه، المساحه الكبيره يعني محيط البحيره 7000 كيلو، اكبر من طول البحر الاحمر والبحر المتوسط. فطبعا السيطره عليها لازم تكون سيطره حاكمه جامده جدا. فطبعا انا لو ال 10 مليون دول نزلوا 10 مليون بقوا يكبروا هيدوا هم كمان بعد كده يعني يتكاثروا تاني، هيبقى عندنا اكتر من 100 مليون. فاحنا لازم نحافظ عليه. دي كان بقى بتترمي قبل كده، الزريعه دي كانت بتترمي، او لو كانت هي زريعه طبيعيه يعني اللي هو التزاوج داخل البحيره بين السمكه بين الذكر والانثى، كان الزريعه الصغيره دي بتصطاد من الصيادين، وبالذات الصيادين اللي هم غير مقيدين بجمعيات الصيد تبع الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه. فكانت الزريعه دي كلها بتنتهي، عشان كده محصول او زي ما بنقول كده العدد بتاع السمك بيقل في البحيره، وده اللي كان بيغلي سعره. عرض وطلب زي ما حضرتك عارفه، انا لما باجي اعرض في السوق كميه كبيره، لو العرض كتير هيبقى الطلب عليها قليل هيبقى السعر قليل، اما لو كان العدد قليل فهيبقى الطلب عليها كتير هيزيد السعر بتاعها. فان شاء الله احنا يعني بنحاول ان احنا وده اللي شرحوه النهارده، ان احنا نعمل زي مزارع في البحيره في الخيران اللي هي المربى الطبيعي بتاع السمك اللي هو يعيش فيه، ودي ان شاء الله للسيطره على ان الحاجات دي ما ياخدهاش الصيادين، وبالذات الصيادين الغير مقيدين في البحيره. يعني هنفهم الفتره اللي جايه مش هنواجه اي عمليات تهريب اللي هي كانت بتقلل من، يعني احنا هنقللها يعني، لكن هيبقى فيه طبعا، لكن هتقل ان شاء الله. شكرا استاذ.